أكلة أم النهارده مسقعة القرنبيط. القرنبيط لنا مشاكل معاه، عندك كولون ما تاكلش قرنبيط، عندك مشكلة مع الجهاز الهضمي ما تاكلش قرنبيط. مع الشيف المغازي النهارده هنعمل مسقعة القرنبيط ونتلاشى مشاكل القرنبيط مع الكولون، بإضافة بعض الحاجات اللي تقلل مشاكله زي الكمون زي الكزبرة، الحاجات اللطيفة النعناع، ده كله بيهدي الكولون. معانا النهارده كمان طبق جديد حصري اللي هو الفلفل المقلي محشي. دايما الفلفل الجميل الحلو اللي معانا من خير ارضنا في ايام الشتاء بتظهر وبتزدهر الخضروات الجميله، هنعمله النهارده بيتعمل مقلي مع طعميه، يتعمل مقلي مع المسقعه، ولكن هو يتحشي ويتقلي بالتاكيد هتكون في فكره جديده كالمعتاد. هنحشيه جبنه موزاريلا مع خلطه لطيفه ويتعمل كريسب لطيف زي الجمبري كده، يعني هو مقلي هتلاقيه جمبري. حلو الكلام. معانا النهارده طبق لطيف من المطبخ الشامي، البرغل بالشعريه. شعريه مع برغل، طبق لطيف لكبار السن والاطفال. البرغل فيه كل العناصر الغذائيه لانه القمح كامل كل الالياف بتاعته. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه، ولكن بتكلفه قليله جدا تقدر تخش المطبخ ومفاتيح السعاده الزوجيه في مطبخك، تقدر تعملي اكلات في متناول الجميع. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معلومه غير معلومه وكمان اطباق سهله ولطيفه بشكل جديد وطعم جديد. طيب هنشتغل مع بعض في طبق تاني دلوقتي عشان نكسب وقتنا، طبق الشعريه بالبرغل او البرغل بالشعريه، مقاديره على الشاشه. عايزك تبقى في المطبخ شطوره كده زي كل حاجه ايه بتعملها في وقت واحد. ازاي اعمل طبق حلو اسمه شعريه بالبرغل او برغل بالشعريه؟ الطبق ده بهديه لكبار السن، سريع المضغ وسهل المضغ وسريع الهضم، الاثنين مع بعض، سريع المضغ وسهل المضغ وسريع الهضم لكبار السن، وقيمته الغذائيه عاليه جدا، ما فيهوش لحمه بس فيه بروتين. البروتين هيجي منين؟ من معلقتين سمنه حلوين وبصلايه حلوه هنحمرهم قبل ما ننزل بالشعريه بتاعتنا مع البرغل. هي دي التفاصيل الصغيره لعمل البرغل بالشعريه. بصلايه حلوه، شفنا المقادير، ناخد البصلايه دي كده في طاسه بتسخن على النار بنحمرها، بعد ما نحمرها بننزل عليها بشويه دبس الرمان. حلو قوي. ناخد البصلايه دي يا عم الشيف، اخبار الزيت ايه بيسخن هنا، هنحط هنا معلقه زيت صغيره. نعم يا غالي، عينيا، حاضر. هنشيل دي هنا ونخلي دي هنا كده الصغيره دي، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا، الدنيا حلوه كده تمام زي الفل. معلقه زبده ونحمر البصلايه الحلوه دي مع بعض. ايوه، مقادير البرغل على الشاشه، سهله وبسيطه وطبق جديد اهو. معانا قرن فلفل حلو، حلو بالشكل ده كده اهو. نعم، لا مش هحمر الشعريه، الشعريه تنزل زي ما هي مع البرغل. الله، حلو. ونقلب دول كده بنفس المعلقه اللي انا شغال بيها. الله، اهم حاجه تحمير البصلايه مع مكعب من الزبده يسرع ويسهل تحمير البصلايه بالشكل ده كده. بهاراتك الحلوه يا عم الشيف، خلي بالك الزيت بيسخن هنا زي ما اتفقنا مع حضراتكم عشان نسقط فيه القرنبيط، فما تستعجليش، ما تخليش حد يستعجلك، لانك لو حطيتيه في زيت بارد هيشرب الزيت والقرنبيط مش هيبقى حلو خالص. فيفضل قلي القرنبيط والبتنجان في زيت شديد الحراره. البصلايه خدت لون مع الفلفل مع الزبده. بهاراتك اللي حطيتها يا عم الشيف قول لنا، الله يرضى عليك. شوية بابريكا، شوية فلفل اسود، شوية كمون. شوف هعمل ايه بقى، تركية حلوة دلوقتي هتعجبك قوي على فكرة. بوسع كده، وسع. معانا فص توم حلو بينزل هنا كده. ما بتبقي شاطرة في المطبخ بتلاقي نفسك بتشتغلي كده وانت حابة انك انت تقف في المطبخ تشتغلي، تكون عندك العلم وعندك الفراسة وعندك الخبرة. معلقة زبدة ونسيبها على التومة بالشكل ده كده. الشعريه بتاعتنا هنسقطها هنا كده ونسيبها شويه. يا سلام عليك يا عم الشيف، اوعي تقربي منها ولا تقلبيها، سيبها زي ما هي كده.
عينيا. ده انا بس انا قاصد اخليها شويه، هنقلبها بس نشوف ايه الدنيا كده. هنا في تومه مع زبده اهو، فاكيد التومه مع الزبده ساحت وادتني طعم، اهو ما اخلطهم كلهم على بعض. هو ده، شفت الحلاوه دي؟ هو ده. الله الله، ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ لسه ما خلصتش، شوف نار شديده لازم. واللحمه بتستوي على النار. لحمه ايه؟ لحمه الارنبيط. ننزل بالبرغل بتاعنا. نعم، ده مش رز يا شفيق. حاضر عادي. انت تقول اي حاجه، انت البرغل بالنسبه لك رز، قول اي حاجه، اهم حاجه الصوره الحلوه. شفت الحلاوه دي كده؟ هو ده. سيبونا عيش بقى مع الخليط الحلو ده والطبق الحلو ده، سريع المضغ سريع الهضم، كبار السن تاج على روسنا، لولاكم ما كناش على وش الدنيا. لازم نحط في الاعتبار واحنا بنعمل اكل، يا امي يا ست الكل يا بنوته يا ست العرايس، تعملي اكل يناسب كبار السن والاسره، والصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. انا بعرف برغل، طبعا برغل احنا كلنا عارفين القمح الصلب بعد ما بيتفرم او بينطحن بيطلع لي برغل ناعم وبرغل خشن، فاصبح ده قمح. خلي بالكم الاكله دي فيها تفاصيل الهيه كبيره قوي، وفيها قدره الهيه جميله جدا. الشعريه تصنيع من الدقيق، الله، مصنعه من الدقيق اللي هو في الاساس برغل اللي هو القمح، فالاثنين مع بعض انسجام حلو قوي، هيدوا له طعم مختلف. اهو البرغل ده يا اخوانا لما يستوي حلو، على فكره البرغل بيتاكل ني جوه التبوله. بقلبه انا مع بصل وتوم واسيبه على النار كده واهدى عليه شويه لغايه لما ايه يشرب من بعضه، مع البصلايه مع التومه مع القرن الفلفل الحار، كل ده مع بعضه. عندي بقى حاجتين، والله انت احسن مني، وعندك شوربه فراخ او شوربه لحمه في الثلاجه، كنت سالقه فرخه امبارح ما شاء الله تبقى زي الفل، عندك لحمه كانت مسلوقه زي الفل، ما عندكيش لا ده ولا ده، انت في امان الحمد لله رب العالمين. هناخد الميه المغليه دي كده ونسقط بقى هنا اهو. ده غير عيار الرز، خلي بالك. قليل جدا بس خلاص، ونشيل ده من هنا. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني كوبايه البرغل تقريبا بتاخد كوب الا ربع من الماء. ونسيبهم على النار يتشربوا مع بعض كده بالشكل ده كده زي الفل، نار هاديه ومعلقه سمنه حلوه كده. اصبح ان الاكله دي فيها ايه؟ بروتين، نشويات، كربوهيدرات، الياف، كل حاجه انت عايزاها بتدور عليها. لما بقول قيمتها الغذائيه عاليه جدا وكبار السن، لان فيها كل حاجه بندور عليها. وهنغطي الحله دي يا عم الشيف ونسيبها على جنب شويه. تمام، بس خلاص كده. طب بص على الفريك، قصدي على البرغل مع الشعريه قبل ما نطلع. هو ده، شفت الحلاوه دي كده؟ هو ده. الله، اكله سهله المضغ سهله الهضم، كبار السن اطفال اهي. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ويرجع بعد الفاصل المفاجاه بقى. فلفل النهارده هنعمله محشي جبنه وخلطه لطيفه، وهنعمله كريسبي زيه زي الجمبري الجامبو. اوعى تروحوا بحته، تابعوني بعد الفاصل. برغل بالشعريه لطافه. مخرجنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو كنا حمرنا الشعريه دي مش كانت بقت لطيفه؟ ممكن. برضه قلت لك دايما وبقولها، المطبخ له دستور وله قاعده، تعملي اللي انت عايزاه، ما يتقبله افراد الاسره من طعم وشكل ولون، ده مهم جدا على فكره. طب انت لو هتاكلها، انا اكلها من غير تحمير مع البرغل، تبقى لطيفه وجميله وطريه. اهي شفتوا ازاي؟ او زي ما انا اشتغلت فيها بالظبط كده، حمصتها مع بصل ومع توم وشفناها على النار مع سمنه بلدي، وفي الاخر حطيت عليها البرغل.